العمر يعد بالثواني، لك عند الله سنوات محدودة وأشهر محدودة وأيام محدودة وساعات محدودة ودقائق محدودة وثوان محدودة. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان. أيها الإخوة الكرام، الكسل، نوم مديد، تأجيل تأجيل، لا مبالاة، هدر للوقت، كلام فارغ، سهرة لا معنى لها، لقاء ساذج، مشي في الطرقات، متابعة مسلسلات، هكذا يضيع وقت الناس. يفاجؤون بعلة في أجسامهم، تتفاقم هذه العلة ثم النعوة على جدران بيوتهم. ماذا قدمت يا علي؟ إلى متى أنت باللذات مشغول؟ وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. لو نظمت وقتك، ضع برنامج للقاءاتك، لمطالعتك، لحضور دروس العلم، للدعوة إلى الله، لكسب المال، للجلوس مع الأهل، لا بد من برنامج، لا بد من تنظيم. الوقت لا ينتظر أحدا، الوقت يمضي، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، لا تملك إلا هذه الساعة. ما مضى فات، والمؤمل لا تملكه. كم من شاب مات قبل ما يتوقع؟ كم؟ عشرات. الوقت ثمين جدا، أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. أيها الإخوة الكرام، أول سبب هو الكسل، والكسل من نتائجه الفقر، وهذا الفقر مذموم، هذا فقر الكسل. لا تقل لي أنا صابر، هذا صبر الحمقى. في كسل، عندك مهمات، عندك أولاد، عندك زوجة، عندك متطلبات، حينما تنظم وقتك وتسأل الله الرزق الحلال وتخرج من بيتك في وقت مبكر، الله عز وجل يتولى أن يرزقك رزقا حلالا طيبا. الكسل من صفات الشعوب المتخلفة، الكسل، كسل، جلوس، استلقاء، كلام فارغ. المؤمن وقته ثمين. دعي النبي عليه الصلاة والسلام للعب وكان طفلا صغيرا، فقال في سن مبكرة: أنا لم أخلق لهذا. هناك ألعاب تستهلك وقتا كثيرا، معظم الناس يلعبون الشدة والنرد، وهالألعاب هي للساعة اثنتين لثلاثة قاعدين يلعبون، يعني شيء لا يصدق. هؤلاء أشقى الناس. يا أيها الإخوة الكرام، هناك سبب كبير جداً لضياع الوقت، إنه عدم وجود هدف لك في الحياة. ما له هدف؟ هدفه أن يعيش، يعيش، أن يأكل، أكل، أن ينام، ينام، أن يجلس مع زوجته، جلس معها، أن يجلس مع أولاده، جلس. ما في هدف، لا يعلم لماذا هو في الدنيا، يقول لك يعني هذا قدرنا، جئت من أين ولكني أتيت، فرأيت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. قال: ولماذا لست أدري، لست أدري. هذا إنسان سخيف، إنسان يعيش على هامش الحياة، إنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا. الذي لا يعرف لماذا هو في الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقك ليرحمك. اسأله موجبات الرحمة، تب إلى الله من ذنوبك، أدي الصلوات الخمس، اقرأ القرآن، ابتهل إلى الله، اجلس مجلس العلم، صاحب المؤمنين. عدم وجود هدف هو أحد أكبر أسباب ضياع الوقت. الآن قد يقول لك قائل:
وقد يقول لك طالب علم: أنا أعرف لماذا خلقت، أنا خلقت لمعرفة الله ولطاعته وللجنة. طيب، هل عندك خطة تفصيلية لهذا الهدف؟ العلماء قالوا: الأهداف من دون خطط أحلام وأمنيات، والله جل جلاله لا يتعامل معنا بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به أبدا. كل واحد منا يتمنى أن يكون مؤمنا كبيرا وتاجرا ناجحا وموظفا مهما وزوجا سعيدا، كل واحد. التمنيات بضاعة الحمقى، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، في حركة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر. لا بد من أن تتحرك، ما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بحركة نحو الخلق. الوضع السكوني، تأجيل، إرجاء، مواعيد غير صحيحة، قابع في البيت، يستلقي، ينام، يتابع ما على الشاشة، ليس هذا من صفات الذي عرف الله ولا الذي عرف سر وجوده وغاية وجوده. لا بد من خطة، لا بد من وقت تتعرف فيه إلى الله، لا بد من وقت تقرأ كلامه، لا بد من وقت تعمل فيه عملا صالحا، لا بد من وقت تطلب فيه العلم، لا بد من وقت تجلس فيه مع أهلك وأولادك، لا بد من وقت تكسب فيه المال، لا بد من تنظيم الأوقات. أيها الإخوة الكرام، وأحد أسباب ضياع الوقت سوء التنظيم. هناك إنسان مركزي يفعل كل شيء بنفسه ولا يثق بأحد، هذا ما حاله؟ يستهلك وقتا كبيرا جدا لإنجاز قليل جدا. هذا العمل قد يقوم به ابنك، دعه له، قد تقوم به زوجتك، دعه لها. لا بد من أن تعمل عملا بمستوى إمكاناتك، أما إذا عملت عملا يقوم به من هو دونك بكثير فهذا من سوء التنظيم وسوء التخطيط. معنى ذلك يمكن أن يضيع وقت كثير بإنتاج قليل. إذن لا بد من مدافعة الكسل، ولا بد من وجود هدف كبير يستقطب جهدك واهتماماتك، ولا بد من وجود خطة لتحقيق هذا الهدف، ولا بد من حسن تنظيم هذه الخطة. وشيء آخر يضيع الوقت ليس من قبلك، من قبل الآخرين، هذا الذي يعيش حالة الملل فيأتي لزيارتك من دون موعد، ما عنده شيء، ما عنده ما يقول إطلاقا، لكن يريد أن يمضي الوقت معك وينسى أنك على موعد أو على إنجاز مهمة وعلى إنجاز عمل. فلا بد من أن ننتبه أنني إذا كنت فارغا، إذا كنت بحالة ملل وسأم، لا ينبغي أن أضيع أوقات الآخرين الذين عليهم مهمات ينبغي أن ينجزوها. فتطفل الآخرين أيضا من أسباب ضياع الوقت. مكالمة أحيانا ساعة، هذا الهاتف معطل ساعة، والكلام فارغ، ما في شيء أبدا، حوادث يومية تافهة تذكر في هذه المكالمة، فأنت مضطر إلى أن تتصل به، مكالمة طويلة، كلام فارغ. هذه حالة بعض المسلمين. يا أيها الإخوة الكرام، أسباب ضياع الوقت الكسل، وعدم وجود هدف كبير، وعدم وجود خطة لهذا الهدف، وسوء التنظيم، وتطفل الآخرين، هذا مما يضيع الوقت. الآن من زاوية إيمانية، أنت حينما تزكي على وقتك، كيف أنك تزكي مالك؟ كيف أنك تنفق بعضاً من مالك؟ والرد الإلهي: يحفظ الله لك بقية مالك. أنت إذا أنفقت بعض وقتك فيما أمرت
يحفظ الله لك بقية وقتك. إذا أديت الصلوات فأنت تزكي وقتك، إن أديت العبادات فأنت تزكي وقتك، إن عملت عملا صالحا في وقت ثمين يبارك الله لك في بقية وقتك، يحفظ الله لك بقية وقتك. يعني الله عز وجل قادر أن يتلف لك وقتا طويلا بلا سبب. الإنسان إذا ظن على ربه أن يؤدي العبادات وأن يعمل الصالحات وأن يتعلم القرآن، إذا ظن على ربه أن يستهلك وقته فيما خلق له، أدبه الله عز وجل بأن يتلف له وقتا مديدا بلا فائدة. ترتفع حرارة الإبل، يقول لك الطبيب خطأ التهاب سحائي، من مخبر إلى مخبر، ومن طبيب إلى طبيب، ومن تصوير إلى تصوير، وساعة مرنان وساعة إيكو وساعة، ثم يزول هذا المرض وقد دفعت 10,000 ليرة ومضى من وقتك مدة طويلة جدا، والنتيجة عاد ابنك كما كان. هذا الذي ينفق وقته في طلب العلم وفي حضور مجالس العلم وفي عمل الصالحات وفي قراءة القرآن، الله جل جلاله يتولى صون وقته، يتولى حفظه، يحفظونه من أمر الله، يتولى تيسير أموره، يتولى نصره، يتولى توفيقه. أنت حينما تنفق وقتاً لطلب العلم أو لأداء الصلاة أو لحضور مجلس علم أو لقراءة القرآن أو لعمل صالح، الذي في السماء ربنا جل جلاله يتولى بذاته العلية صون وقتك. أيها الإخوة الكرام، زكوا عن أوقاتكم بعبادات وأعمال صالحة وطلب للعلم ودعوة إلى الله ونصح للآخرين، هذه كلها من زكاة أوقاتكم. هذا يعرفه أصحاب المعامل، يمكن قطعة تنكسر، يتعطل المعمل أسبوعين والأجرة مرتبة عليك والإنتاج واقف، ممكن لا تظن بوقتك على عمل صالح ولا على خدمة ولا على تلبية حاجة ولا على عبادة ولا على طلب علم. شيء آخر أيها الإخوة، هناك قاعدة دقيقة جدا، إطالة العمر باستغلال الوقت. يعني محل تجاري فتح ساعة ربح 100,000، محل فتح 10 ساعات ربح 100 ليرة. الساعات ما لها قيمة، العبرة بالغلة. لذلك أئمة كبار عاشوا أقل من 50 سنة، تركوا آثار علمية لا تنقضي فائدتها إلى يوم القيامة. الإمام الشافعي عاش أقل من 50 سنة، الإمام النووي عاش أقل من 50 سنة، ترك رياض الصالحين، ترك شرح الإمام مسلم، ترك بغية المحتاج، ترك كتب بالفقه والحديث والتفسير لا يعلمها إلا الله. هناك أناس عرفوا الله فبارك الله لهم في أوقاتهم. بعض العلماء يقال أنه ترك مؤلفات عدد صفحاتها لو قسمت على عمره لكان كل يوم كاتب 90 صفحة، أنت لا تملك أن تقرأها هذه 90 في اليوم. هناك إنجازات مذهلة قام بها بعض العلماء بسبب أن الله وفقهم ويسرهم لليسرى وطرح البركة في أوقاتهم. لذلك حينما تستغل الوقت يطول العمر. العمر الزمني عمر تافه جدا، عاش 90 110 80 70 60، العبرة ماذا فعلت في هذا العمر، ماذا قدمت للمسلمين، ما الأثر الذي تركته. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ماذا فعلت؟ هل علمت العلم؟ هل أنفقت المال؟ هل رعيت الأيتام؟ ماذا فعلت في الدنيا؟ ولكن يا عبدي ماذا فعلت من أجلي؟ يا ربي أكلت وشربت وتنعمت في الحياة الدنيا،
تزوجت، أنجبت أولاد، أصبحوا أطباء ومهندسين، بس ما فيهم دين يا رب. لكن أنا درستهم. هذا كلام لا يقال يوم القيامة. ينبغي أن تسأل عن عملك، عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن علمك ماذا عملت به، وعن وقتك كيف استهلكته. أيها الإخوة الكرام، موضوع الوقت، وأنا أرى أن هذا الموضوع أخطر موضوع على الإطلاق، إنه أنت. الوقت يعني نحن. أنت بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه. سيدنا عمر يقول: واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا. كل يوم في من 60 إلى 70 نعوة على الجدران، وقد نقرأ معظمها، لكن لا بد من يوم يقرأ الناس فيه نعوة، شئنا أم أبينا. كل يوم نخرج من بيوتنا بشكل عمودي، لا بد من أن نخرج يوما بشكل أفقي أبدا. كل يوم نخرج ونعود، في يوم نخرج ولا نعود. كل يوم ندخل ونخرج، في يوم ندخل ولا نخرج. هكذا الدنيا، إنها بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منك. ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. يا إخوتنا الأحباب، الوقت في حياة المسلم عبادة ممتدة. إدارة الوقت هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. الوقت من ذهب، بل هو أغلى من الذهب، بل هو لا يقدر بثمن، إنه أنت. ويعد الوقت أحد 4 موارد أساسية في مجال الأعمال: المواد والمعلومات والأفراد، ثم الوقت الذي يعد أكثرها أهمية، لأنه كلما تحكم الفرد في وقته بمهارة وإيجابية استطاع أن يستثمره في تحقيق أقصى عائد ممكن من الموارد الأخرى. إذ أن الفرد عندما يدير وقته بشكل فعال هو في الحقيقة يدير نفسه وعبادته وعمله ودنياه إدارة فعالة. أيها الإخوة، كي نكون واقعيين، إن لم يكن بالإمكان استثمار كل الوقت، فعلى الأقل يمكن أن نستثمر أكبر قدر من الوقت. وعلى الرغم من هذه الأهمية الكبيرة للوقت، فإن أكثر العناصر والموارد هدراً، وإن أقلها استثماراً، سواء في المجتمعات أو في الأفراد، هو الوقت. ويعود هذا لأسباب عدة، أهمها عدم الإدراك الكافي للخسارة الكبيرة المترتبة على سوء إدارته. أيها الإخوة، الوقت مورد نادر لا يمكن تجميعه، ولأنه سريع الانقضاء، وما مضى منه لا يرجع ولا يعوض بشيء. كان الوقت أنفث وأثمن ما يملكه الإنسان، وترجع نفاسته إلى أنه وعاء لكل علم ولكل عمل ولكل عبادة، فهو في الواقع رأس المال الحقيقي للإنسان فردا ومجتمعا. من هذا المنطلق يعد الوقت أساس الحياة، وعليه تقوم الحضارة. فصحيح أن الوقت لا يمكن شراؤه ولا بيعه ولا تأجيره ولا استعارته ولا مضاعفته ولا توفيره ولا تصنيعه، ولكن يمكن استثماره وتوظيفه. أولئك الذين لديهم الوقت لإنجاز أعمالهم، ولديهم أيضا الوقت لمعرفة ربهم وعبادته والتقرب إليه، عرفوا قيمة الوقت. هم يستثمرون كل دقيقة من وقتهم. ولذا فإدارة الوقت لا تنطلق إلى تغييره أو تعديله أو تطويره،
بل إلى طريقة استثماره بشكل فعال ومحاولة تقليل الوقت الضائع هدراً من دون فائدة. أيها الإخوة الأعزاء، أيتها الأخوات العزيزات، يؤكد بعض العلماء منذ زمن قديم أن الوقت يمر بسرعة محددة وثابتة، فكل ثانية أو دقيقة وكل ساعة تشبه الأخرى، وأن الوقت يسير إلى الأمام بشكل متتابع، وأنه يتحرك بنظام معين محكم لا يمكن إيقافه أو تغييره أو زيادته أو إعادة تنظيمه، وبهذا يمضي الوقت بانتظام نحو الأمام دون أي تأخير أو تقديم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إيقافه أو تراكمه أو إلغاؤه أو تبديله أو إحلاله. إنه مورد محدد يملكه الجميع بالتساوي، فعلى الرغم من أن الناس لم يولدوا بقدرات أو فرص متساوية، فإنهم جميعاً يملكون 24 ساعة نفسها كل يوم، والاثنين 52 أسبوعاً كل عام، وهكذا فإن جميع الناس متساوون في ناحية المدة الزمنية، سواء أكانوا من كبار الموظفين أم من صغارهم، من أغنياء القوم أم من فقرائهم. لذلك المشكلة ليست في مقدار الوقت المتوافر لكل من هؤلاء، ولكن في طريقة إدارة الوقت المتوافر لديهم واستخدامه، وهل يستخدمونه بشكل جيد ومفيد في إنجاز الأعمال المطلوبة منهم، أو يهدرونه ويضيعونه في أمور قليلة الفائدة. إدارة الوقت هي تحديد هدف ثم تحقيقه. قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. لا شك أن من يمشي إلى هدف وغاية واضحة أهدى ممن يخبط خبط عشواء. هذه حقيقة. أيها الإخوة الكرام، الوقت نعمة عظيمة، تؤكد السنة المطهرة ما جاء في القرآن الكريم من أن الوقت من نعم الله الكبرى على عباده، وأنهم مأمورون بحفظه، مسؤولون عنه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى قوله كثير من الناس أي أن الذي يوفق لذلك قليل، فقد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا. فإذا اجتمعا الصحة والفراغ فغلب على الإنسان الكسل عن الطاعة فهو المغبون، والمغبون أن تشتري بأضعاف الثمن وأن تبيع بأقل من الثمن. أيها الإخوة الكرام، الوقت مسؤولية كبرى، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أيها الإخوة الكرام، الوقت وعاء العبادة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها عبادات محددة بأوقات معينة لا يصح تأخيرها عنها، وبعضها لا يقبل إذا أدي في غير وقته، فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوقت الذي هو عبارة عن الظرف أو الوعاء الذي تؤدى فيه. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على أداء العبادات في وقتها قوله حينما سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. أيها الإخوة، الوقت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام من أشد الناس حرصا على وقته، وكان لا يمضي له وقت من غير عمل لله تعالى أو فيما لا بد له لصلاح نفسه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم:
كان إذا آوى إلى منزله جزأ نفسه ثلاثة أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه لنفسه بينه وبين الناس. أيها الإخوة الكرام، اغتنم خمسا قبل خمس كما قال عليه الصلاة والسلام: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. بل في حديث رائع: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. لابن القيم رحمه الله تعالى قول في قيمة الوقت في حياة المسلم، يقول: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر مر السحاب، فما كان من وقته لله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته وإن عاش فيه عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة، بل إذا قطعه بالنوم والبطالة، فموت هذا الإنسان خير له من حياته. فالوقت بالنسبة للإنسان عنصر مهم، إذا لم يكن محسوبا له بخير فهو محسوب له بشر. أيها الإخوة الكرام، من جهل قيمة الوقت فسيأتي عليه موقفان خطيران يتذكر فيهما قيمة الوقت. الموقف الأول: ساعة الاحتضار، حين يودع الدنيا ويستقبل الآخرة، ويتمنى لو منح مهلة من الزمن وأخر إلى أجل قريب ليصلح ما أفسد وليتدارك ما فات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ويأتي الرد الإلهي: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الموقف الثاني: في الآخرة، حيث توفى كل نفس ما عملت وتجزى بما كسبت، ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هناك يتمنى أهل النار لو يعودون إلى دار التكليف ليعملوا عملا صالحا، ولكن هيهات هيهات، فقد انتهى زمن العمل وجاء زمن الجزاء. قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الأحباب، القرآن يحذر من الغفلة أشد التحذير. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. آفة أخرى أيها الإخوة تصيب الناس: التسويف. غدا وبعد غد وسأتوب، بعد انتهاء العام الدراسي، وبعد تأسيس المحل، وبعد الزواج. آفة أخرى هي التسويف. قال الحسن البصري رحمه الله: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، إن يكن لك غد فكن في غدك كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غد لن تندم على ما فرطت في اليوم. قيل لعالم جليل: أوصنا. قال: احذروا سوف،
فإنها جند من جنود إبليس. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. عبد الله بن رواحة صحابي جليل، القائد الثالث في معركة مؤتة. ففيما تروي بعض السير أنه حين قتل زيد القائد الأول، ثم قتل جعفر القائد الثاني، وجاء دوره في القيادة وكان شاعرا، تردد قليلا في حمل الراية وقال هذين البيتين: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي. ثم أخذ الراية وقاتل بها حتى قتل. النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه فقال: أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. ثم أخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. ثم سكت النبي برهة. عندها قلق الصحابة على أخيهم عبد الله، فقالوا: يا رسول الله، ما فعل عبد الله؟ صمت النبي صمتا يوازي تردده، ثم قال: ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبيه. قرأت البيتين وعددت الزمن، فالزمن 10 ثواني فقط. أرأيتم أيها الإخوة إلى هذا التردد الذي لا يزيد عن 10 ثوان، كيف أنه هبط بمنزلة صاحبه في الجنة مع أنه بذل حياته في سبيل الله؟ إن هذه القصة إن صحت تؤكد قيمة الوقت في حياة المسلم. أيها الإخوة الكرام، إلى الموضوع العلمي كما تعودت. يقول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس الزمان الذي هي سبب حصوله ومنشعب فروعه وأصوله وكتابه بأجزائه وفصوله، لولاها ما اتسقت أيامه ولا انتظمت شهوره أعوامه ولا اختلف نوره وظلامه. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. في موقع معلوماتي في حقل الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة وردت هذه الحقائق المذهلة. الشمس تجري، الشمس نجم عادي يقع في الثلث الخارجي لشعاع قرص المجرة اللبنية.